مزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أهلا بحضرتك يا أستاذ عماد. أهلا يا فندم، أهلا وسهلا. إذن اليوم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، برأيك أهم الرسائل التي حملها هذا اللقاء؟ طبيعة الحال كما نعلم كثير من المراقبين للعدوان الإسرائيلي على غزة يقولون أن مفاوضات القاهرة التي الجارية الآن بشأن التوصل إلى هدنة هي مفاوضات الفرصة الأخيرة، باعتبار أنه جرت مفاوضات كثيرة قبل ذلك لكنها تعثرت للأسف الشديد على خلفية العدوان الإسرائيلي والشروط الإسرائيلية الصعبة. المفاوضات اليوم كانت تتحدث، يعني النقطة المحورية فيها هو قول الرئيس أن الوقت قد حان للوصول إلى هدنة واتفاق، وبالتالي أغلب الظن أن السيد بلينكين كان موجودا في إسرائيل اليومين الماضيين، التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي وقال أن هناك بوادر من الاعتدال في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن على أرض الواقع للأسف الشديد لا نرى هذه الأمال الأمريكية والتسريبات الأمريكية. الرئيس الأمريكي اليوم كان له تصريح لافت ومهم وهو يقول بوضوح أن إسرائيل وافقت على مقترحاته لكن الكرة في ملعب حماس وحماس تتراجع عن الموافقة. هذا تصريح من الرئيس الأمريكي غير يعني مطمئن. مصر تبذل كل الجهود ومع كل الأطراف حتى تصل إلى الهدنة التي توقف العدوان الإسرائيلي ونزيف الدم الفلسطيني، لكن الموقف في النهاية هو ما الذي ستقبله إسرائيل في النهاية؟ ما هو حجم الضغوط الأمريكية الحقيقية على إسرائيل؟ وهل هناك بالفعل هذه الضغوط أم أنها فقط موجهة إلى الجانب الفلسطيني؟ يعني دعنا نتحدث عن هذه الزيارة أستاذ عماد، يمكن ليست هي الأولى من نوعها للمنطقة وللقاهرة تحديدا، يعني كيف تعكس هذه الزيارة دور مصر التاريخي وجهودها البناءة في هذا الصدد لدعم القضية الفلسطينية؟ الدور المصري لا يحتاج إلى مزيد شرح. مصر دورها في القضية الفلسطينية يعرفه جميع القاصي والداني كما يقولون، تدركه إسرائيل ويدركه الفلسطينيون والعالم أجمع. الموقف المصري مع دعم القضية الفلسطينية بدأ حتى قبل يعني حرب 48 التي تم فيها الأمم المتحدة أعلنت تقسيم فلسطين بين دولة يهودية ودولة فلسطينية. صحيح. الدور المصري ضحى عمليا وعلى أرض الواقع، ضحى بالرجال والدماء والموارد من 48 ل 73، أربع حروب خاضتها مصر دفاعا عن القضية الفلسطينية، ليس فقط بالموضوعية دفاعا عن فلسطين فقط وهو حق واجب على مصر في الأمن القومي العربي، لكن أيضا دفاعا عن المصالح القومية العليا لمصر والمصالح الوطنية، لأن وجود كيان معادي على حدود مصر الشرقية خطر كبير على التنمية وعلى المنطقة بأكملها. وبالتالي مصر لم تدخر جهدا منذ يعني حرب 48 وحتى هذه اللحظة، وأن تنوعت هذه الأساليب ما بين حروب عسكرية إلى دعم سياسي إلى مفاوضات إلى الحصول على تحرير الأراضي المصرية بالكامل. صحيح. وبالتالي هذا الأمر مستمر بطرق مختلفة. لكن أيضا يعني الدور المصري لابد أن يعني يجد صدى من المجتمع الدولي، بمعنى أنه في المقابل للأسف الشديد هناك دعم أمريكي كاسح ومكشوف للجانب الإسرائيلي، حتى يعني إذا كان ذلك على حساب المصالح الأمريكية العليا في المنطقة العربية. طيب، دلالة أن النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء أكد أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، يعني هل فعلا هذا يؤشر على أنها يعني الفرصة الأخيرة لإحلال هدنة إنسانية؟ نتمنى أن يجد نداء السيد الرئيس الصدى الحقيقي في كل العواصم خصوصا لدى إسرائيل. الفلسطينيين قالوا نحن يعني نثق في مصر وفي دورها، وبالتالي منفتحين على المصطلحات التي قدمها الرئيس الأمريكي بايدن في 2 يوليو الماضي وقد وافقنا عليها، نحتاج إلى آليات للتنفيذ. لكن للأسف الشديد في كل مرة إسرائيل تتشدد أكثر، تريد مزيد من تفرض مزيد من الشروط، تريد أن تستأنف يعني العدوان على الفلسطين بعد أن تحصل على أسرها،
لا تريد الانسحاب من محور فيلادلفيا او الحدود المصريه الفلسطينيه، لا تريد السماح بالعوده الطوعيه للشعب الفلسطيني من الجنوب الى الشمال، تضع شروطا مختلفه في كل مره، وبالتالي هذا هو السبب الجوهري الذي يجعل الهدنه تتعثر وتتعرقل. وبالتالي من المهم ان يعني الجولات، نتذكر في اول زياره قام بها وزير الخارجيه الامريكي لمصر وكانت زياره شهيره بعد العدوان، حينما اسمعه الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر ليس فقط من القضيه ولكن موقف مصر من اليهود نفسهم، حينما قال له لقد نشأت في منطقه كان يعيش فيها بعض اليهود وان مصر متسامحه والعرب متسامحين. المشكله كلها في التطرف الاسرائيلي من وجهه نظر، وبالتالي الكره في الملعب الاسرائيلي دائما. ما الذي يريده نتنياهو؟ هو يدرك ربما ان الفرصه سانحه لتحقيق يعني المخطط الذي يحلم به المتطرفون، هو يعتقد ان هذه فرصه الرئيس الامريكي يعيش مرحله ما يسمى دبلوماسيا بالبطه العرياء، وبالتالي سيحصل على كل ما يريد من الولايات المتحده، يريد ربما ان يجند المجتمع الغربي لضربه وقايه ضد المشروع النووي الايراني، وبالتالي نحن اما ان نصل الى تسويه او هدنه توقف الانجراف في المنطقه نحو انهيار كبير لا قدر الله، وبين اتجاه نتنياهو لتصعيد الوضع الى حرب شامله في المنطقه. نعم، لو تحدثنا انه هذه الزياره بالتاكيد يعني ليست الاولى للدوله المصريه، كيف ترى هذه الزياره وما المختلف فيها عما سبق من زيارات، خاصه ان بلينكين كان بزياره لاسرائيل خلال الساعات الماضيه قبل قدومه الى القاهره؟ للاسف الشديد زيارات بلينكين للقاهره وعمان والدوحه والرياض وغالبيه عواصم المنطقه في المرات الماضيه معظمها كانت للتغطيه على العدوان الاسرائيلي، يعني في المجمل العام حينما نرصد بهدوء ما الذي فعله الدور الامريكي، ما الذي فعلته الجولات المكوكيه للمبعوثين الامريكيين وادوارهم المختلفه، كانت كلها بصوره او باخرى سواء ارادوا ذلك او لم يريدوا، كانت شراء مزيد من الوقت لاستمرار العدوان الاسرائيلي. بعض المسؤولين في الاداره الامريكيه حتى اكون موضوعيا بالفعل يريدون وقف اطلاق النار لانهم يدركون ان استمرار القتال واستمرار العدوان الاسرائيلي ربما يضر بالمصالح الامريكيه في المنطقه في الصراع الكبير مع روسيا والصين، وبالتالي يريدون وقف اطلاق النار. لكن الغالبيه العظمى من الكونجرس الامريكي كما راينا في استقبال نتنياهو او الميديا في امريكا وعدد كبير جدا من المتنفذين يدعمون اسرائيل حقا وباطلا وفي كل المرات، وبالتالي لم يكن هناك ضغط امريكي حقيقي فعليا على اسرائيل، لدرجه ان نتذكر الولايات المتحده كانت تريد نحن لا نسمح ولا نريد ولا نوافق على عدوان اسرائيل دخول اسرائيل الى رفح. ورغم ذلك دخلت اسرائيل الى رفح، لم تفعل امريكا شيئا. في احدى المرات جمد الرئيس الامريكي جو بايدن شحنه ذخائر ارتضانيه ضخمه ذات زنا كبيره ومتفجره لاسرائيل قامت عليه القيامه داخل الكونجرس الامريكي وليس داخل كنيسه اسرائيل. وبالتالي علينا ان نلاحظ تم التعقيد والتداخل للنفوذ الاسرائيلي واليهودي. ومع ذلك يعني استاذ عماد النهارده يمكن خلال اللقاء اكد بلينكين ان الولايات المتحده الامريكيه ملتزمه بجهود التهدئه، يعني كيف ترى هذا في سياق طبعا ما ذكرته؟ كل التقدير والاحترام لما يقوله هو الوزير الامريكي، لكن ما يعني هنا هو الترجمه على الارض. يعني الولايات المتحده تتحدث منذ بدايه العدوان حتى الان عن الحاجه الى دوله فلسطينيه، الحاجه الى وقف اطلاق النار، لكن على الارض الولايات المتحده هي التي فتحت خزائنها الماليه لاسرائيل، فتحت مخازنها العسكريه لاسرائيل، هي التي استعملت الفيتو في الامم المتحده اكثر من مره لمنع ادانه اسرائيل، هي التي هاجمت محكمة الجنية الدولية وهددت بمحاسبة أعضائها لأنهم تجرأوا وفكروا في إصدار قرار باستدعاء أو بالقبض على نتنياهو وجالانت، هي التي ترسل منصات الدفاع الجوي للمنطقة خوفا من أي هجمات ضد إسرائيل. وبالتالي على الأرض الواقع للأسف الشديد لولا الدعم الأمريكي ما كان يمكن لإسرائيل أن تستمر بهذه التجبر والعبث والعربدة في المنطقة. نعم، أخيرا أستاذ عماد، ما فرص نجاح هذه الجهود بالتأكيد لإقرار هدنة إنسانية، وما يعني وما الأسباب التي ربما تعرقل هذه الجهود؟ كمواطن مصري عربي أتمنى أن تقلل هذه الجهود، خاصة أن مصر
وقطر وأطراف عربية أخرى بذلوا جهودا كبيرة في هذا الأمر ليل نهار منذ 7 أكتوبر تقريبا. الدبلوماسية المصرية والدولة المصرية بأكملها تقريبا مجيشة ومحتشدة لهذا الأمر، لكن بطبيعة الحال مرة أخرى الأمر يتوقف على الجانب الإسرائيلي أيضا، على الولايات المتحدة أن تبذل جهدا حقيقيا وضغطا حقيقيا على إسرائيل أنه كفى وأوقفوا هذه المذبحة والمجزرة المستمرة والتي زاد عدد ضحاياها عن 40 ألف شهيد، حوالي 100 ألف مصاب، ربما 10 ألاف مفقود، تدمير 80% من مساكن غزة وتحويل 2 مليون تقريبا إلى نازحين. أظن أن هذا يكفي تماما لكي يتم وقف هذه المجزرة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الصحفي الأستاذ عماد دين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق على وجودك معي يا فندم.